غادر ممثل حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها الى مدينه نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه لتراس وفد دوله الكويت المشارك في اجتماعات الدوره الثالثه والسبعين للجمعيه العامه للامم المتحده. وكان في مقدمه مودعي سموه على ارض المطار مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وعدد من الشيوخ وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء ويضم الوفد المرافق معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل ووزير الدوله للشؤون الاقتصاديه هند صبيح براك الصبيح، ومعالي وزير الصحه الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح، ومعالي وزير التربيه ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمي، وعدد من كبار المسؤولين بوزاره الخارجيه وديوان رئيس مجلس الوزراء.